نحن بلدنا بعيدة وسيلتكم كثيرة، ونحن والله مشتاقين لكم دار نقعد معاكم، لكن خلاص عمنا كان قال شنو السؤال؟ آخر سؤال يا جماعة. المذهب الخامس، أول حاجة يا جماعة نحن والله لا عندنا مذهب خامس ولا سابع، نحن بنتابع القرآن والسنة بفهم الصحابة والتابعين تابع التابعين، والإمام مالك بناخذ كلامه، والأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، وتابع محاضراتنا وكلامنا، بتلقى مرة بنقول قال مالك، مرة بنقول قال الشافعي، مرة بنقول قال الإمام أحمد، مرة بنقول قال أبو حنيفة. هسا أديكم أقوالهم اللي قاعد نؤمن بها. قال أبو حنيفة: من أنكر أن الله في السماء فهو كافر. ده قال أبو حنيفة بنؤمن به، رواه الإمام الذهبي بكتاب العلو. الإمام مالك قال: الله في السماء ومعنا بعلمه، نؤمن به. الشافعي قال: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء، أوعى تقولوا كرامات ولي كبير، لا لا لا، قال لك: فلا تغتروا به حتى تروا اتباعه للكتاب والسنة، إلى آخر كلامه. الإمام أحمد قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية، ولكن خذ من حيث أخذ. ده دين، ده المنهج اللي بناخده نحن، فبناخذ من أي عالم ما وافق الكتاب وشنو؟ والسنة. أما النبذ والكلام الكذب النقل عمن عن بعض الناس الضلال والكذب والجهلة، إنه ده مذهب خامس وده الوهابية وده شنو ما عارف، وده ده كله كلام فارغ، كلام كذب وما في دليل عليه، يعني دليل حجة عليه ما في، لكن أنا بقول لك البرهاني قال هو ده الكتاب، وده الكيس ده ملان، شفت كيف؟ وعندنا أوضة ملانة شنط، شنط بتاعت حديد، قريب 2000 كتاب للطرق الصوفية، للجمهوريين، للنصارى، لليهود، لإخوان مسلمين، لغيره، كله موجود وثائق. يقول لك البرهاني قال هو ده الكتاب. قال شنو البرهاني؟ قال: أجود على أمي لترحم طفلها، فرحمة من في الكون من بعض رحمتي، جبريل وميكال وعزراء وإسرافه، جنودي في التصريف هم تحت إمرتي، أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. كتاب ديوان شراب الوصل، تأليف محمد عثمان عبد البرهاني. بقول لك التجاني قال عنده صلاة اسمها الفاتح بتساوي القرآن، قراءة واحدة منها أحسن لك من تقرأ القرآن 6000 مرة. كتاب جواهر المعاني بلغ الأماني الجزء الأول الصفحة 132 ل 135، كلام موثق، وهذه الكتب ما ساكت، لكن ده يقول لك ده خامسي وده ما بعرفه وده شنو صغير وضعيف، كلام كله فارغ ساكت ولا يحتاج لرزات كثير. شكرا لكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.